Hanan Hajaj, 42 years old. I live in Marib. I live in Ain El Helwi camp, and I have one daughter and three sons. And I am a part in cooperative Nashr, and I have a roof, a tent in my rooftop, and it's very nice, and I feel very happy when I am in the tent. It gives me a psychological peace, and I go far from pressure in the tent. Pressure in the camp, and إنه إلا الخيمة هي إلا سنة وأنا كتير مبسوطة فيها وبحب الزراعة. من قبل أنا كنت أحب الزراعة بس ما كان عندي الفرصة. I don't have the opportunity to plant. I plant only in spring or summer, but now because there is a tent, I plant three seasons. إلنا أنا إلي بشتغل بالتعاونية 3 سنين وما بحس حالي إنه هن رئيس وأنا موظف يعني عندهم. نتعامل مع بعض كأصدقاء ورفقة وإخوة, وأعطتني دعم معنوي ونفسي ومادي, وكتير مبسوطين بالشغل مع التعاونية مع ناشط. نحن أول ما بلشنا كان عددنا قليل, بعدين صرنا بلشنا ب15, صرنا هلأ حوالي شي 50, وصرنا كلنا رفقة وأصدقاء. والتعاونية أعطت لهي النسوان فرصة عمل ودعم اقتصادي, لأنه أكترية هاي النسوان جوازهم ما بيشتغلوا. وعنا طموح وأمل إنه التعاونية تكبر بعد أكتر وأكتر, وتصير الناس تعرفها وتصير مشهورين أكتر. المجتمع اللي حوالينا يدعم النسوان.